مساء الخير، استأجر سؤال 15.2. هذا السؤال يعني هو الدكتور بالعادة لما بيجيب على الطرق اللي هي relative velocity, instantaneous center, relative acceleration، لما الدكتور بيستعملهم على أسئلة الديسكات، يعني بده يجيبوا ديسكات يعني حالة نادرة، بالعادة على أسئلة الرد اللي زي هذا. بس أنا راح أشرحها. هذا السؤال بحكي اللي فيه دبل جير، هذا جير وهذا جير، بلفوا على اللور راك، يعني بلفوا على اللور راك، يعني لفة الدوران هاي 150، يعني رح ناخذ نصف القطر 150. The velocity of its center A بتساوي 1.2 to the right. هسا هذا بيمشي هيك، يعني الدوران هيك، يعني الدوران مع عقارب الساعة، يعني سالب كهات. طلب مني الانجلر فيلوستي وذا جير. طيب شو الانجلر فيلوستي؟ احنا بنعرف انه V تساوي اي في تساوي ار اوميجا. اي في على الجسم، اي نقطه على الجسم من سرعتها بنعرف ايش، بنعرف الاوميجا تبعتها. فانا معطيني في 1.2، والار، ار شو مالها الار؟ حكيت هو بلف على اي مكان، على اللور راك، يعني على المكان اللي نصف قطره 0.15. والاوميجا كم؟ مجهوله. اوميجا كم بتصير؟ 1.2 على 0.15 بتطلع 8 راد لكل سكند. طبعا كم؟ كيف اتجاهها؟ حكينا هذاك بلف لليمين، فالاتجاه زي هيك. يعني حكينا الدوران دائما كهات، وكونه عقارب ساعة يعني سالب، يعني سالب 8 كهات. هاي اوميجا للجير. انا اقرا الجير. طبعا هو حله بطريقة غريبة ريفيوشن او ايش، بس طلع معه سالب 8، يعني 1.2 على 0.15. طيب الفرع الثاني، طالب من الفيلوستي للابر راك وللبوينتي. طيب شو بنعمل؟ هسا بنستعمل اول طريقة من الطرق اللي هي طريقة الريلاتيف فيلوسيتي، وهي نفس الترينجل ميثود اللي بيحكي عنها الدكتور. هذا السؤال ديسك، مش راح نقدر نستعمل المثلث، فراح نستعمل ايش؟ ريلاتيف فيلوسيتي. ريلاتيف فيلوسيتي احنا بدنا نوجد سرعة. بدنا اي سرعة فيهن؟ طالب مني الابر راك. الابر راك ايش الابر راك؟ هذا الابر راك، هذا سرعة ها. فايش عم بدي اخذ؟ النقطة بي، بدي سرعة النقطة بي. فشو بنحكي له؟ دائما اسمها relative velocity، يعني بدي انسب اشي لاشي. شو بدي انسب؟ انا طالب في بي بي، طالب مني في بي اللي هي الابر راك. طيب شو بدي تساوي؟ شو معي اشي معلوم؟ معي في اي، هاي في اي، معي في اي. فبحكي له في اي زائد في بي relative لاي، معروف في بي relative لاي تساوي في بي ناقص في اي. خلي في اي هون، خلي في بي هون واعكس، بيطلع معك شو اسمه هاي، بيطلع معك نفسها. طيب شو بعمل؟ في بي وفي اي وفي بي وفي بي شو اسمه لا اي، شو بدي اعمل؟ في بي مجهوله، خليها في بي. طيب شو بدي اعمل بعدها؟ في اي، في اي معي 1.2 اي هات لليمين، حكالي تو ذا رايت، يعني فابدا للدريكتور 1.2 اي هات زائد في بي ريلاتيف لاي. طيب شو بعمل هسه؟ شو الفي؟ اوميجا كروس ار. شو الاوميجا؟ الاوميجا معي 8 راد، بس سالب 8 كي هات كروس ار. شو الار؟ الار من اي لبي، من اي لبي، مش من بي لاي، من اي لبي بالعكس. يعني يعني وين اي عندي؟ وين اي؟ هيها. وين اي عندي؟ من اي لبي، يعني من اي لبي، يعني هاي، يعني نعمل سهم زي هيك، يعني كيف؟ يعني جهات، من اي لبي جهات. شو المسافة؟ 0.1. نحكي له 0.1 جهات. طيب تطلع معي في بي 3 فيكتور 1.2 اي هات كي في جي سالب اي، في سالب معي صار موجب، موجب 8 في 0.1 يعني 0.8 اي هات، بتطلع معي 2 اي هات، 2 اي هات يعني 2 to the right. Right. طبعا ايش؟ متر لكل سكند. الفرع الثاني ايش طالب مني؟ الفرع طالب مني الفيلوسيتي. الفرع الثاني طالب مني الفيلوسيتي للبوينت دي، البوينت دي هيها. ايش انا معلوم؟ معي معلوم، معي الفي اي، فايش ودي في دي؟ فبحكي له في دي بدها تساوي في بي، اي في اي قصدي، زائد في دي ريلاتيف لاي. شو في دي؟ مجهوله. شو في اي؟ في اي 1.2 اي هات. طيب شو الاوميجا؟ الاوميجا اللي هو سالب 8 كي هات كروس.
من A ل D، من A ل D هيها سهم زي هيك تجاهه هيك، يعني سالب 0.5 I هات، سالب 0.5 1.5 I هات. شو يطلع معي؟ 1.2 I هات، سالب مع السالب بتروح، K في I بيعطيني J، 8 في 0.15 كم تعطي؟ رح تعطيني 1.2 J هات. ليش 1.2؟ ما هي احنا اصلا لما ضربنا هاي قسمنا هاي على هاي طلع معي 8، اضربها طلع معي 8 او بتحسب على اللي حاسبه. طيب طلعت معي I و J، هو بده ماجنتيود، فايش بعمل؟ جذر التربيع، 1.2 تربيع زائد 1.2 تربيع تساوي كم؟ تساوي طلعت معه 1.2 بتطلع معي هيو 1.2 I هات زائد 0.2 بتطلع معه 1.697. طبعا المتر لكل سكند، والاتجاه اتجاه هاي موجب وهاي موجب والاثنين نفس الاشي، زاوية 45 ترسم له هيك بالامتحان. بس هسه بنحل السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده يعني فكرته سهلة، وبنحل بطريقة ثلاث طريقتين، الترينجل والريلاتيف وايش والانستانيوس سنتر. والريلاتيف نفسها ترينجل، يعني تقدر تجيب من الترينجل تقدر تجيب الريلاتيف. فالدكتور يعني راح مش راح يلزمك بالطريقة، راح يقول لك الدكتور يوز تو ميثود، فانت راح تستعمل طريقتين. يعني هذا السؤال راح اقدر احله بطريقة ثانية، من حلو لقدام، لبكره ان شاء الله او بعده حسب الفطار. يعطيكم العافية.